بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور خالد خورشيد، اخصائي تقويم العظام كايروبراكتيك. وهذا المجال الطبي الجديد عرضنا عده فيديوهات سابقه للتعريف به، ونرجو ان يكون الفيديوهات واضحه. وانا سعدت جدا بالاستجابه الايجابيه من الكثير والاسئله اللي بتدل على الاهتمام، ونرجو ان يعني يصل هذا المجال الجديد في العلاج الطبي إلى بلادنا، لأننا في أحوج الحاجة إليه، لأننا ممكن نعالج الكثير من الحالات بلا أدوية وبلا جراحات، وبالتالي يمكن أن يكون أمثل العلاج اقتصادياً، وخاصة لبلادنا وما تعاني من نقص في الإمكانيات الطبية والجراحية والمستشفيات وإلى آخره. هذا العلاج يحتاج إلى القليل من المعدات، ويمكن كذلك استخدامه بلا معدات. طبعاً لما يكون عندنا المعدات، لأن في أسئلة من بعض المشاهدين قالوا يعني المعدات دي مش موجودة وقد تكون يعني مكلفة وما إلى، وطلبوا مني إن أنا أوريهم وسائل أخرى للعلاج بالكايروبراكتيك بدون هذه المعدات. وبالطبع الكايروبراكتيك لما ابتدى ما كانش فيه هذه المعدات، فكان بالطريقه الكايروبراكتيك الطريقه البدائيه. ولكن كانت المشكله في هذه الطريقه البدائيه انها كانت بتسبب الم اثناء تقويم العظام والعمود الفقري، فالمريض هو عنده الم يعني جايب الم، فاحنا طبعا عشان نقاوم الفقرات ونسبب له ألم أكثر من الألم اللي عنده، دي كانت شيء يعني في قلب وعقل الأطباء. فده الحاجة اللي ولدت الاختراع، بحيث إن هم كان كل تفكيرهم إزاي يبتكروا معدات تخلي عملية تقويم العظام بلا ألم، بل بالعكس تزيل الألم. فهذا ما وصلنا إليه، وهذه هي المعدات اللي احنا نستعملها. لكن لو اضطررنا، يعني لو انت طبيب واخصائي تقويم عظام ووصلت بيك الخبره انك انت تعالج الناس بلا هذه بلا معدات، فيمكنك ذلك، وخاصه في ظروف ما. يعني مثلا اذا كنت في ماتش كوره مثلا، واللاعب اصيب في الملعب، وانت طلبت لشفائه او علاجه وما عندكش هذه المعدات، ونزلت في الملعب، ازاي تقدر انك انت تخليه يعني يتخلص من المشكله اللي هو فيها ويقدر يلعب مره اخرى، او على الاقل تسعفه قبل ما تتضخم المشكله او تستفحل. كذلك لو انت في مكان عمل او في الشارع او في المسجد، فممكن تجد حد في حاله يحتاج لعلاجك. وما اكثر هذه الحالات اللي صدفتني في حياتي. أذكر كنت في الطريق إلى المسجد لصلاة الظهر، وكنت متأخرا، فوجدتهم في البداية وأنا أريد أن أسرع للالتحاق بهم، لكني وجدت أحد المصلين كان على الأرض وحوله 5 أو 6 من المصلين يريدون إسعافه لأنه لا يستطيع الوقوف، فكان في حالة من الألم ولا يستطيع أن يقف ليهرع يعني يصلي مع المصلين. فأول ما شافوني أنا أقول لهم في إيه، فقالوا لي مش قادر يقوم. فعلى طول أنا عرفت إن الموضوع هو في السكرم، فخليته ينام على الأرض، طبعا لا معدات ولا غيره، وقدرت إن أنا أرجع السكرم اللي هو الجزء الأخير من العمود الفقري اللي هو جزء من الحوض، فظبطت له السكرم فقدر ان هو يقوم. قلت لهم يا جماعه بعد ما نصلي لازم تجيبوه لي الاوفيس عشان نكمل بقيه العمود الفقري، على الاقل قدرنا نخليه يقف ويتحرك. لكن طبعا كان برضو في بعض الالم، وجابوه بعد الصلاه، وما شاء الله يعني جم عدد كبير، وكانت كاننا بنعمل يعني محاضرة طبعا العرب عموما، ده كان عربي
يعني ما يعرفوش كثير عن التقويم العمود الفقري، وبيفتكروه فيزيكال ثيرابي، يعني بيفتكروه جزء من الفيزيكال ثيرابي، انما الحقيقه هو مختلف. فبهروا جدا بتقويم العمود الفقري وكيف انه هو خرج من العياده يمشي بلا الم وسعيد وكلهم كانوا سعداء. فدي حاجه دي ممكن تحصل انك تضطر تعمل. وبرده في مريضه اتصلوا بي بالتليفون وفي بيتهم وقالوا الست قاعده على الارض مش قادره تقوم، يا جماعه جيبوها العياده. لا ما نقدرش لانها مش عايزه حد يلمسها من الالم، يعني ما يقدروش يشيلوها حتى يجيبوها لانها متالمه لدرجه انها في الارض مش قادره تقوم في بيتها. انا ما بروحش ازور البيت، لكن اضطريت ان انا اروح وفعلا لقيتها في الارض. فقلت لهم طب هاتوا مرتبه، فجابوا مرتبه، فانا يعني يا دوب وضعتها على المرتبه في الارض وظبطت. برضو كان دايما السكرم، لما السكرم يكون معوج المريض ما يقدرش يقف وما يقدرش يمشي، برضو ظبطت السكرم قدرت تقف. يا جماعه هاتوها بقى دلوقتي العياده ونستأنف تقويم العمود الفقري على المعدات. فهذه المعدات حقيقة بتسهل العلاج، وعلى المريض بتبقى سهلة، على المريض ما بيبقاش في ألم، وللطبيب كذلك العلاج بيبقى سهل، لأنه يعني عملية بناء هذه المعدات كانت الحاجة فيها إلى راحة المريض وراحة الطبيب. طبعا في مواقف اخرى، في ناس ما تقدرش تنام على الطاوله دي، في ناس بتبقى ظروفها الصحيه تمنحها انها او الالم اللي هي فيه او طبيعه حياتها ما تقدرش انها تنام على بطنها في هذه الطاوله، فنضطر ان احنا نعالجها يا اما على جنبها او على ظهرها او على كرسي. أنا حذكر ليكو ممرضة من الممرضات اللي بتشتغل في الميديكال سنتر اللي احنا فيه، كان عندها ألم في الرقبة، ولكن بتقول لي أنا ما أقدرش أجي أنام على الطاولة لأن المكياج بتاعي هيروح، وهي في وسط الشغل لها، فبس عندها ألم في الرقبة وصداع والكتف كذلك. فقلت لها طب ما تخافيش، قعدتها على كرسي وعملت لها أدجستمنت. احنا عندنا في الكايبراكتيك فيلد في تكنيكس مختلفة، في وسائل علاج مختلفة، منها العلاج اللي هو انك انت تبقى قاعد على الكرسي، يعني ممكن تبقى قاعد على الكرسي ونعمل تقويم للرقبة بطرق مختلفة كذلك، هي مش طريقة واحدة. فأنا بس بستسهل استعمال الاكتيفيتور كطريقة للعلاج، لكن ممكن من غير الاكتيفيتور. ممكن انا فاكر اضطريت اعالج برضو مريض على السلم، يعني هو كان على السلم وانا قعدته على السلمه من السلالم، وانا طلعت السلمه اللي فوقيه وابتديت اعالج رقبته وبالايد من غير اي حاجه. لكن ممكن تستخدم الاكتيفيتور يبقى مور يعني بريسايز، يعني اكثر دقه واكثر علميه في العلاج. وكمان الاكتيفيتور ده آلة فبيدي كم معين من القوة، أما الإيد فمختلفة، واحد إيده قوية واحد إيده ضعيفة، ما تقدرش تعمل جرعة من القوة في الضبط، فقد يكون قوتك أقل من المطلوب أو أكثر من المطلوب، لكن الجهاز هو الجهاز ليه جرعة واحدة ومدروسة بدراسة علمية. هوريكم راندي الممرضة وهي بتتعالج مش على الطاولة المرة دي، لا على الكرسي، قاعدة على الكرسي بنعالج الرقبة وتقويم العمود الفقري في الرقبة والكتف، وهتشوفوا نتيجة هذا العلاج. أرجو النهاية تكون تجربة جديدة بالنسبة لكم. Okay Randy, I will speak to you in Arabic because this is directed to the doctors who don't know anything about Iraq. Perfect. In Egypt. Okay. This is like first time to see. Perfect. So you speak and I'm just going to sit. It works for me. I track. I know the drill. So, Randy, you came today because you have some complaint. Right side neck pain. Stiffness. ألم في الجانب الأيمن. Randy الحقيقة بتشتغل هنا هو ممرضة لأحد الأطباء القلب في نفس السنتر اللي أنا فيه.
وبتشتكي النهارده بقالها مده ما جاتش يعني when we last adjusted you several years ago yeah I've been pretty good you know good. But I still do the exercises that you know I still do the ring the yeah. neck straightening okay. stretches yeah. so I've kept up with the exercise yeah. she was my patient year يعني من سنين طويله كان بتيجي لكن الحقيقه الحمد لله هي تحسن وضعها وما فيش الام لكن اليوم جالها الم في الجانب الايمن من الرقبه مع تقلصات في العضله why you think you got this pain I've been kind of more aggressive with my exercises, so and I think I might have been overextending it. What type of exercise? Lifting weights. هي بتشيل أثقال فمن ضمن الرياضة اللي بتعملها هي رياضية جامدة قوي فبتشيل الأثقال وده أثر فيها. Do you have any other problem in the rest of the spine or only the neck? Discomfort, but I kind of attributing that to Taj. Yes, yeah. So I've been trying to catch myself. Any pain in the ear or the? The middle of the thoracic. Middle thoracic. Yeah. Okay. فمع هذه الألام لأنها بتشيل أحمال ثقيلة، ففي بعض الألام في وسط الظهر، وطبعاً يكون في ألام زي كده وضعها بيكون مش طبيعي وهي وضحت إزاي هي الوضع بتاعها من الألم اللي هي. بيشتغل جامد يعني في الميديكال سنتر هنا دكتور سافيج هاوز دكتور سافيج كويس هيز جود فاحنا هنعمل ايه وي ار جوينج تو ادجست يو ميبي ذا فيرست تايم اون سيتنج سو يعني هي طلبت ان انا ما اعملش ادجستمنت وهي نايمه لانه الحاجات اللي حطاها في وشها بتبهدل فهي عايزه تحافظ على فممكن ان احنا نعمل ادجستمنت يعني اون سيتنج واحنا قاعدين فنعمل ايه بقى ف What I will do, I will see how the motion palpation results of your neck, every vertebra, how it is moving. Okay. And if you feel pain anywhere, let me know. Okay. So I'll come here and I همسك mastoid process هنا. هنزل تحت mastoid process في اليمين وفي اليسار. وحشوف. طبعا عندنا transverse process المتوب المستعرض من الفقرة الأولى. Any pain here? Little or nothing? Yeah. So if I go, you mean any pain here? No. Nothing. So it is more on the left here, right? Yes. On the left. I feel C1 here. So we can adjust it by hand. We can adjust it with activator. Okay. Activator is very delicate. And we can have a lower power for C1. We can the least power. There can ممكن يبقى أربع نقط can be 4 dots here okay. but I'll make one only because it's very sensitive so what happened here C1 went to the right side so I'll push it to the other side and also went up so I'll go from up down at C1 let's take care of C1 also هنشوف level بتاع الـ A mastoid process فأنا لما لو حطيت إيدي هذا الشكل الشمال عالي the left one is higher the lower one is lower they are not in the same level yeah I can feel the difference yeah. in your the fingers so as if the head is tilted this way yes because I always I use maybe my shoulder yes oh yeah you know that's not good for the neck. I know so, maybe know. That's why affecting the right side okay because the nerves have been compressed here yes okay like the occiput which is the skull uh-huh. what happened here it went down here right and C1 also came here okay so the nerve between them like pinch it oh okay yeah so I did C1 but now I need to relieve the occiput okay and use the activator but I'll make it stronger because we have strong bone here now okay. four now all right and we'll correct it from down up like this then I see again I see how the level is now see level yep. is normal now yes if we have a mirror in front of us you'll see the ear globule I can feel your fingers you are in the yeah well, your that's finger, good. Yeah. yeah okay so we did now the occiput and C1. Now we'll go and feel the others. Like I have C2 here. I go
come from right and left. It's not bad here, no pain here, right? No. Yeah. And three. Any pain here? No. Good. They are moving good here, the others. I'm going more further. Now if I come here, what about this one? Yeah. Yeah. Is more tender on the right or left? Right, definitely right. Right, yeah. So that's actually C6, more right than left. Yes. Pain more right, yeah. So I'm going to do C6 on the opposite side. Okay. Using the activator that way. Now come to 7. How you feel here? Yeah. Yeah, especially right side? Yeah. Yeah, the same thing at 7 actually. So 6 and 7, we're not in the right place. We call it subluxated. فإحنا استعملنا الاكتيفيتور في تقويم الفقرة السادسة والسابعة. وفي الأعلى قومنا الفقرة الأولى ووضع الرأس الجمجمة. After that we'll go thoracic. اتجه إلى الظهرية رقم 1. I feel also here. Yeah, yes. Same thing at T1. فالظهرية احنا هنعمل ايه؟ هنظبط الفقرة بهذا الشكل ونيجي للرب لانه كل فقرة وليها ضلع. نيجي للضلع المعاكس في الناحية الاخرى. The rib on the other side we adjusted. And usually the rib is lower level than the vertebra itself. نرجع ونشوف. It's better now, right? Yes. Yeah. So if I go and feel C7 is not bad and T1 is not bad, we feel 2 is good. Not bad here, right? No. Still, nope. No. Mm-hmm. 3 is not bad too. Tell me if you feel any pain. Okay. What here? Yeah. Yeah, mm-hmm. That's right. Yeah. So here is 7, here is 1, 2, 3. So which one? Here or here? Both. 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 So from 3 here, we'll adjust. And also the rep on the right side. Now, نروح لف 4. أنا من 3 ونعمل 4. برضو الرب بيبقى lower level than the vertebra. You can almost feel them going back to where they should be. Yeah, see that? Yeah. Moving normal now. Mm-hmm. Yeah. So we can still adjust when you're sitting. Yeah, that's amazing. So you can do your homework or writing your papers while I'm adjusting you. That's amazing. You don't have to come to my office even. Man. Right here. What about here? A little tender. A little nothing. Not much. You mean, maybe it's because the next one will be more. What yeah, about that? Yeah. Yeah, that's because the effect of number 6 on 5. So I'm going here, do number 6. That way. Very good. Now go down further. What about this one? Now this one is not moving good at all. When you push on the right, See, like left is not bad at all. So what happened here? It is moving this way. It doesn't want to go back. Okay. So that's what happened here. So I'm going to adjust that one too and do the rep here. Now let's see how it is now. Moving normal. Yeah. Yeah. So actually everything is affected on the right side from the neck down in the thoracic. Now we are at mid-thoracic and the رقم 6 في الظهرية. And go down further. 7. How do you feel here? It's tight but not painful. Good. It's not bad here. Here's not bad. Anything here? No. Good. What about this one? No? No. No. Good. So I'm now in the end of the thoracics. Now I can go lumbars. Any problem here? No. No. So lumbars are good here, no problem at all. No. And if I go to the hips, it's fine. No problem here? No. Sacroiliac joint is good. Sacroiliac joint is good. What about shoulders? Are okay? I just got diagnosed with osteoarthritis in the shoulder, in my right shoulder. Yes. So it could be because of the nerves coming through the neck. Okay, so stop doing that with the phone. Please, that's okay. Very important. So use
maybe Bluetooth. Okay. Or just stop doing it. Yeah. Or loud the voice. Okay. So you can hear without. Yeah. So, but let me check if the shoulder has a problem. Yeah. Now, if you please, raise the right arm upwards and forward and tell me if any pain. No. Good. If you can go sideways, tell me if any pain. A little bit, like when I get to this point. Oh, okay. It's just, it's discomfort, but it's... Where is the pain or discomfort? Where? Can you point? About right here. Right here. Okay. Relax. So here she is pointing at the deltoid muscle. It could be from the deltoid muscle, okay. Or it could be from another area, which is a trigger points in one of the muscles here. So we can feel, if we can feel the trigger points, like I go and press a little bit. Yeah. Is the pain here? Yeah. Yeah, see that one? Yep. Definitely that will affect the arm. So okay. I can go here and work on this trigger point. And then we can feel it again. And then I would like you to try sideways and tell me how you can go sideways. Yeah, that's much better. It's better? Yes. Good. What about if you go backwards? Any problem? No. Mm-mm. Okay. Another thing I want you to do. Make your arm like that and then turn in. Any problem? No. Good. Now turn out. Any problem? No, but that's about as far as I can go. Yeah, okay. You usually go 15 minutes on. Okay, I'm like, man, am I supposed to go? You may be more than 15, you are more than normal. The left one is okay? Yeah, I haven't had any problems with the left. But the left one feels good. No problem. Excellent. Now, I want you to start do motion for your neck. Okay. And tell me if you feel better. Like make your neck, tuck your chin down. Oh, God, yeah. Good. Yeah, before I was probably stopping right here. Okay. So, yeah, I can go all the way down now. Excellent. Now go backwards and tell me how you feel. Good. Now bend to one side. Good. Turn right. Turn left. It's really good because this morning I couldn't do anything more. Exactly. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. And thank you so much. No. Yes. Okay. Thank you, Doc. You're welcome. هكذا نستطيع أن نقوم العمود الفقري في أوضاع مختلفة. في وضع نائما على الطاولة على الظهر أو في وضع نائما على الطاولة على البطن أو في وضع الجلوس وأحيانا المريض بيكون على الأرض وفي حالة من الألم لا يستطيع الوقوف فنستطيع أن نعالجه وهو في مكانه في أي وضع أو في حالة إصابة في عمل أو إصابة في معركة فالكايروبراكتيك يفيد كل الأحوال وكل الحالات وكل الأوضاع ودي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. طبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة لكم ان احنا بنعمل تقويم العمود الفقري على الكرسي وان شاء الله هنحوريكم برضو وسائل اخرى في المستقبل وانا برحب بأسئلتكم وكل الأصدقاء الحقيقة بيفاجئوني بأسئلة ظريفة وانا هحاول ان انا اجاوبها يا إما بطريقة شخصية رد عليكم أو في خلال الفيديوهات ونتمنى لكم لقاء طيب وإن شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم.